ترتيبات كتيرة في الأهلي يا جماعة في كل الاتجاهات، زي ما قلت لكم ما شاء الله احنا بنتكلم دلوقتي على مقرات كبيرة للنادي الأهلي، إذا كنا بنتكلم على المقر الرئيسي في الجزيرة مدينة نصر الشيخ زايد، التجمع كمان آخر العنقود، والعمل بدأ في مقر العالمين، فأعتقد دولاب عمل كبير جدا بيشرف عليه بكفاءة وبوعي وبعلم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير كابتن عادل، كل سنه وحضراتكم طيبين، وجمهور النادي الاهلي بخير، واعضاء الجمعيه العموميه بكل صحه وسعاده يا رب، ومصر بخير دايما ان شاء الله. يا دكتور سعد، الانتقال من هدف مش في كوره من هدف الى اخر، ده طلع برضه في الانشاءات والتطوير، مش عارف تشم نفسك انت، بس هي دي الضريبه. حقيقة طبعا زي ما حضرتك اتفضلت يا كابتن عدلي، احنا طبعا الضريبة ان احنا نكون في خدمة اعضاء جمعية العمومية للنادي الاهلي، خدمة جماهير النادي الاهلي اللي بتقدم برضه هي كمان تضحيات، واللي بتقدم كل الدعم والمساندة، واللي بتقوم بعملية الاختيار لمجلس ادارة يقدر يقود مسيرة النادي الاهلي ويحقق نجاحات زي ما حضرتك تفضلت، مش بس نجاحات رياضية ولكن نجاحات ايضا في تحقيق اهداف استراتيجية تتعلق بالاهداف بتاعت الدوله المصريه واهداف التطوير اللي بتاخدها الدوله المصريه. النادي الاهلي لاعب رئيسي فيها، واعتقد ان الفرع الاخير الحمد لله يعني بيشهد له الجميع بتقدير واعجاب شديد، وده مش كلام مرسل بقى، عشان برضو بعض الناس دايما بتبقى شويه بتحب الحقائق، والنادي الاهلي ما بيتعاملش غير مع الحقيقه طول عمره، وبيترك ايضا الحاجات اللي فيها انفعالات ومشاعر. يمكن احنا كان عندنا اقبال شديد على العضويه في الفتره اللي فاتت، يمكن احنا يوم الاثنين اللي هو اليوم قبل وقفه العيد مباشره في الحقيقه كان عندنا عدد كبير من الاعضاء، لان كان في تدافع كبير جدا جدا عشان الاستفاده من رسم العضويه الحالي، لان الزياده المقرره اللي قررتها الجمعيه العموميه واللي تم تفويض مجلس ادارتنا المؤقر في ان هو يحدد الموعد بتاعها، كان في الحقيقه 30/6 ان احنا نقدر نعمل السياده دي ونطبقها، ولكن في الحقيقه احنا اتصادفنا زحام شديد يوم الاثنين اللي هو قبل اجازه العيد مباشره، وكان في طلب من الاعضاء اللي لم تحالفهم الظروف في استكمال اوراقهم واستخراج دفاتر الشيكات، لان احنا زي ما انتم حضراتكم عارفين احنا عندنا اكثر من نظام تقسيط عملناه، سواء كان للمجموعات او للمؤسسات او ايضا للنقابات المهنيه او لمؤسسات الدوله المصريه الوطنيه، فكان عندنا كل النظم متاحه اللي بتمكن الراغبين في الانضمام لعائله النادي الاهلي من هم يشتركوا، فكان في طلب ملح في الحقيقه بان احنا لو يمكن مد هذه الفتره حتى يستكملوا الاجراءات بتاعتهم، مش بس الاخوه اللي كانوا موجودين معانا يوم الاثنين، احنا جالنا عدد كبير من المكالمات التليفونيه من كل الدول العربيه، من المملكه العربيه السعوديه، من دوله الامارات العربيه الشقيقه، من دوله قطر، من دوله البحرين، كل الاخوه اللي موجودين في هذه الدول الخليجيه الشقيقه كان عندهم رغبه ايضا بان هم لسه ما سمحتلهمش الظروف بأن يؤدوا فترة أجازاتهم داخل الدولة المصرية، فبالتالي عرضنا الأمر على مجلس إدارتنا الموقر برئاسة محمود الخطيب، ويمكن خلوني برضو نضيف هذا الخبر السعيد من خلال برنامجنا الكبير ملك وكتابة، كان في استجابة وتقدير من الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارتنا الموقر إن احنا نمد فترة العمل بالسعر الحالي لقيمة اشتراك العضوية في كل الفروع بتاعتنا، سواء كان فرع المقر الرئيسي بقيمته الحاليه، وايضا فرع الشيخ زايد، وايضا فرع القاهره الجديده بنفس القيم حتى 30/8، تيسيرا على الساده الراغبين في الاشتراك والتمتع بالسعر الحالي في الحقيقه، وايضا بعض التحديات اللي بتواجه الاعضاء في استكمال عضويتهم. النهارده يمكن كان عندنا لجنه عضويه واستكملنا الاعداد الكبيره اللي بتتقدم لل الحصول على خدمات العضويه في النادي الاهلي، ويمكن لجنه العضويه المؤقره عندنا في سؤال دايما نحب نطرحه على الساده المتقدمين، ايه رايكم في فرع القاهره الجديده؟ في الحقيقه بنجد كل تقدير للشكل الحضاري اللي ظهر عليه الفرع والخدمات المقدمه فيه. ده كان برضو محور مهم، وده خبر اعتقد ان احنا خصينا بيه ملك وكتابه، لسه يمكن احنا يعني صدر لنا هذا القرار من
مجلسنا الموقر برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الحاجه الثانيه المهمه كمان، انا بس عشان ااكد تاني على المعلومه دي، يعني حصل مد للعمل، مد للاسعار الحاليه لغايه 30/8، لحد 30/8 يقدر الساده الاعضاء اللي هم قدموا اوراقهم واللي عايزين يستمروا في الاشتراك يقدروا يستفيدوا. يعني اذا بس عشان اوضح دي، ده قاصر على اللي اوريدي مقدم وما عملش اجراءات، واللي يقدم جديد، ولا ممكن حد جديد يقدم خلال الفتره الحاليه ايضا هيستمتع بهذا؟ يعني لحد 30/8 يا جماعه داخل او خارج القطر المصري عندكم فرصه بالاسعار الحاليه بنفس النظام. دي الحاجه المهمه ايضا.